يعني اخر مقوي هو يرتبط بمستوى بالتسمم الظهور الشكلي، ولكن هذا المستوى لا يتفصل على المستويات او المقومات السابقه. وما سميته بتعدد الاشكال او التنويع على مستوى كتابه يعني تخيليه روائيه، وطبعا هذا تكسير النموذج الغيابي يطرح اسئله، وهذا هو جوهر يعني التحديد، او ما يمكن او ما سميته برفض سياده النمط، او ما يمكن ان اسميه بالليبراليه المتوحشه لنمط او شكل او رؤيه معينه في الكتابه. اي بمعنى فان عناصر الروايه تتميز عن بعضها سواء داخل نفس النص ام بالمقارنه مع نصوص اخرى، وبذلك فان النصوص لها هويات متغيره تعتمد على تعدد الاشكال وتستضيف قيما نصيه ومرويات وسرديات متباينه عبر تقنيات سرديه متعدده من المظاهر الشعريه الى العجائبيه، واصدر في المتخيل واستثمار التراث وتوظيف ايواليه سرديه حديثه، ما يؤدي الى محمولات سرديه عميقه تمس كل التلوينات النصيه والدلاليه وعناصر التعبير السردي والتركيب الملتبس والتنظيم الاجناسي واللغوي. شكرا لكم. نشكر الدكتور عبد الرحمن غانمي على مداخلته القيمه التي قاربت اسئله التحديث في التخيل الروائي العربي بطريقه اعادت قراءه مفهوم التخيل باسئله واشكالات ومنظورات جديده. وننتقل الان الى العرض الاخير في هذه الجلسه الختاميه الذي سيلقيه الدكتور حسن مخافي، وموضوع مداخلته يتعلق بمفهوم الحداثه الشعريه مدخلا الى انماط الكتابه في القصيده العربيه الحديثه. فليتفضل. شكرا. شكرا السيد الرئيس. من الصعب ان يتدخل الانسان في اخر جلسه في الندوه العلميه، والاصعب ان يتدخل في آخر لحظة من لحظات هذه الندوة. سأنقلكم إلى الحداثة في الشعر، وأعتبر أن العرض الذي سأقدمه هو تكملة لحلقة بدأت هذه الجلسة بالحديث عن الحداثة في النقد مع الأستاذ حسن المدن، واستمرت بالحداثة في الرواية مع الأستاذ عبد الرحمن غانمي. وستقفل هذه الحلقة بالحديث عن الحداثة في الشعر. أود في البداية أن أبدي ملاحظتين قبل هذا العرض. الملاحظة الأولى هو أن مفهوم الحداثة الشعرية وبالضبط حركة الحداثة الشعرية في العالم العربي الذي سيرد كثيرا في هذه المحاولة، يعني الموجة التي حاولت أن تتجاوز رواد القصيدة العربية الحديثة. من المعروف أن القصيدة العربية الحديثة بدأت بالسياب ونزك الملائكة أواخر أربعينيات القرن الماضي، ولكن هذه الحركة وجدت من أو وجدت من يحاول أن يتجاوزها، وهذه الموجة الثانية من الشعراء الذين حاولوا أن يتجاوزوا ما قام به الرواد الأوائل هم الذين يطلق عليهم شعراء الحداثة أو حركة الحداثة، وقد بدأت بالخصوص في أواخر الستينيات وبداية في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات. الملاحظة الثانية التي أريد أن أنبهها هو أن حركة الحداثة التي نتكلم عنها ليست متجانسة، وبالتالي فإنه كما سبق أن تحدثنا هناك او كما سبق النشاط والتدخلات في اطار هذه الندوه، هناك حساسيات كثيره، حساسيات شعريه دا
داخل هذا الإطار الذي نسميه حركة الحلال. سأبدأ بتحديد القصير لمفهوم الحلالة، أي طرح إشكالية كما طرحت في الفكر العربي عامة وكما طرحت في الأدب العربي، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى تجنيات هذا المفهوم كما طرح في الشعر العربي، وسأتلمس الخطوط العريضة لانعكاسة كل هذا على أنماط الكتابة الشعرية في القصيدة العربية الحديثة. ظل مفهوم الحداثة يشكل أطروحة مركزية في الخطاب العربي المعاصر لعقود طويلة من الزمن، إن على المستوى الفكري أو على المستوى الإبداعي، ويمكن القول إنه ظل الهاجس الذي حكم ويحكم لحد الآن آلية التفكير والإبداع في هذا الخطاب. ولا يمكن صياغة أسئلة مقنعة عن الحداثة في رأيي إلا بالرجوع إلى مسائلة مفاهيم أخرى نسختها أو تقاطعت معها. وعلى رأس هذه المفاهيم مفهوم المهدى، مفهوم لغوليسونس، مفهوم العصرية مودرنيزم، ومفهوم الثورة ريفوليسيون. إن هذه المفاهيم الثلاثة بالإضافة إلى الحداثة هي التي سيبنى عليها الجهاز المفهومي للخطاب العربي المعاصر. لقد كان من المفروض أن يعبر كل مفهوم من هذه المفاهيم عن مرحلة بعينها من مراحل تطور الفكر العربي المعاصر، ولكن الذي وقع أن هذه المفاهيم أصبحت مترادفات لبعضها، إذ لا يمكن القول إن العرب تجاوزوا المهضة في تاريخ معين وانتقلوا إلى مرحلة العصرية أو الثورة أو الحداثة في تاريخ آخر. إن العنصر المشوش ها هنا يتمثل في كون المفاهيم التي لا تخلو من مسحة شعارية لم تكن في مجملها سوى ترجمة رديئة لما عرفه تاريخ الغرب الثقافي. والمتتبع لتطور الدلالة التي لبسها مفهوم الحداثة في الخطاب العربي المعاصر لا بد أن يندهش أمام هذا التنوع في محمولاته، مما جعل منه مفهوما فضفاضا قد يعني كل شيء وقد لا يعني شيئا على الإطلاق. وقد حاول بعض الدارسين، والإشارة هنا إلى عبد السلام البسطي في كتابه الحداثة في النقد، حاول حصر أنواع الاستعمال التي يتخذها مفهوم الحداثة فتوصل إلى تصنيفات متعددة. فهذا المفهوم قد يؤخذ مأخذ اللفظ المشترك، وقد يعامل معاملة مصطلح فني، ثم يتخذ في بعض الحالات دالاً على مقولة ذهنية، ولكنه يساق كذلك مساق الشعار لقصد دعائي أو في لبوس ثوري، وقد يجتلب في سياق الترميز بقصد الإلغاء. ولا يندر أن يكون هذا الاستعمال محمولاً على الحكم المعياري عند القدح فيما ليس حداثة. ما الذي جعل الحداثة تتسع لكل هذه التأويلات؟ يمكن القول أو يمكن الانطلاق في محاولة لتلمس جواب سريع لهذا السؤال من أن الحداثة مفهوم نظري ذو بعد حضاري شاسع. الحداثة حسب التعريف مثلا الذي تسوقه الموسوعة العالمية انسيكلوبيديا يونيفرساليس، الحداثة
ليست مفهوما اجتماعيا ولا مفهوما سياسيا وليست بالخصوص مفهوما تاريخيا، إنها نمط حضاري متميز يتجاوز أو يتعارض مع نمط التراث، أي مع كل الثقافات القديمة أو التقليدية. وإذا كانت الحداثة حسب هذا التعريف تعارضا مع التراث، فهل يعني تعارض وجوب القطع مع هذا التراث؟ من هنا يبدو تحديث التراث بين مزدوجتين كما استعمله بعض المفكرين الذين سنذكرهم في مبادئ، من هنا يبدو تحديث التراث شرطا اساسيا للحداثه، وهذا هو الوجه الاول لاشكاليتها في الفكر العربي المعاصر، ذلك ان حضور التراث في السياق الحداثي يحكمه كما يقول محمد عبد الجابري التناقض بين مكوناته الذاتويه ومكوناته الموضوعيه داخل الوعي العربي الراهن، التناقض بين فقر حضوره الايديولوجي عن الوعي العربي وانغماس هذا الاخير فيه وبين بعده الموضوعي التاريخي عن اللحظه الحضاريه المعاصره التي يحلم الوعي بالانخراط الواعي فيها. ان هذا يعني الكلام دائما للاستاذ الجابري، ان هذا يعني انه تراث غير معاصر لنفسه غير معاصر لأهله. من هنا كانت إشكالية الحداثة العربية مركبة نظرا لهذا الثقل الوجداني والإيديولوجي الذي يمارسه التراث على الفكر الحداثي. ومن هنا أيضا كان من المستحيل صياغة حداثة عربية في غياب رؤية واضحة للتراث، وهو ما تعذر على الفكر العربي تحقيقه لحد الآن، خاصة وأن التراث ليس كماً معرفياً فقط بقدر ما هو وجدان وحمولة إيديولوجية. الوجه الثاني لإشكالية الحداثة العربية يكمن في كونها لا تستطيع أن تغض النظر عن الغرب، وهي تؤسس نفسها. ويمثل الغرب في هذا السياق النموذج ونقيضه في نفس الوقت. النموذج لأن الإطار المرجعي للحداثة هو الغرب، والنقيض لأن العرب أو لأن الغرب تحول بفعل نزعته الإمبريالية الاستعمارية إلى عائق أمام تحقيق الحداثة في العالم العربي. وكما أن التناقض كان يحكم أو ظل يحكم تعامل الفكر الحداثي مع التراث كما سيتضح لاحقا، فإن نظرة هذا الفكر إلى الغرب لا تخلو بلونها من تناقض، إذ كيف يمكن عزل الغرب الحداثة عن الغرب الإمبريالية؟ هكذا يبدو المشروع الحداثي العربي مبتورا، لأنه لم ينجح في صياغة أسئلة استراتيجية توطئ للحداثة وتؤسس لها، ومن ثم فإن تعامله مع الحداثة اتسم باللا تاريخية. إن الحداثة في أبسط صورها هي وعي الذات في الزمن، لكن هذا الوعي الذات في الزمن يتخذ شكلا ضبطيا كما سبق أن أشرنا، فهو لا يعني الحاضر معزولا بل في علاقته بالماضي. الحداثة إذن كما يذهب إلى ذلك كمال المدير هي وعي الزمن لا بوصفه شيئا رياضيا بل بوصفه حاملا للتغيير. الحداثة إذن هي وعي الزمن بوصفه حركة للتغيير. إن وعي الذات في الزمن هو العنصر الغائب في الخطاب العربي المعاصر عن الحداثة، ومن ثم
فإن الحداثة في هذا الخطاب تحمل عيوب النهضة فيه، لأن المفهومين معا لم يصغهما التطور التاريخي الطبيعي للواقع العربي بقدر ما لعب الغرب الدور البارز في تصديرهما بين المزدوجتين إلى العالم العربي. وهذا ما يدفع إلى تسجيل خاصية أخرى للحداثة العربية، وهي أنها ظاهرة ثقافية أكثر منها أداة من أدوات تغيير الواقع. ظاهرة ثقافية لا لأنها ارتبطت بشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين فقط، وإنما أيضا لأن الحداثة لن تتعدى النشاط الفكري النظري إلى ميادين عملية كالصناعة والفلاحة وغيرهما. ومن هنا فإن الحداثة لم تفعل في المجتمعات العربية بصفتها جدلية منقطعة كما فعلت في الغرب، وإنما تحولت إلى دينامية للخلق الفكري وتراكم للأفكار والمذاهب والمناهج التي أفرزتها الثقافة الغربية منذ القرن التاسع عشر. إن الخاصية الثقافية للحداثة هي التي جعلت منها مجالا للتباري النظري الذي يتصف بالعقم في كثير من الحالات، ذلك أن أغلب المنظرين انطلقوا في الكلام عن الحداثة وكأنها شيء جاهز، مما يمكن القول معه إن الإنسان العربي ظل مغيبا عن المشروع الحداثي، وأصبحت الحداثة في هذا المشروع مفهوما نخبويا يمارس سلطته داخل أندية الثقافة ولا يتعداها إلى الشارع العربي. لقد تمت صياغة الحداثة الشعرية العربية ضمن الإشكالية العامة المشار إلى ملامحها الكبرى ألف، ولا سيما في علاقتها بالتراث والغرب. وسأحاول فيما سيأتي أن أعيد بناء مفهوم الحداثة الشعرية كما اشتغل عليه المنظرون والشعراء العرب انطلاقا من تلك العلاقة التي سبقها وبسطتها. حاول منظرو الحداثة العرب أن يتجاوزوا المنطق الضدي الذي لازم ثنائية التراث الغرب عن طريق تعويم التراث عبر ما يمكن أن نسميه الهوية المتوسطية. ومعلوم أن فكرة الانتماء ثقافيا إلى المتوسط، يعني أعني حول البحر الأبيض المتوسط، تعود في الأصل إلى بعض المثقفين المسيحيين الذين وجدوا أنفسهم أقلية وسط أغلبية المسلمة، وقد أعيتهم محاولة التمييز بين العروبة والإسلام، فقاموا يؤسسون هويتهم على التاريخ العربي القديم قبل مجيء الإسلام، الذي أوحى لهم بأن حول البحر الأبيض المتوسط كان مهد الحضارات العربية القديمة. وهذا نتحدث عن هوية متوسطية في مقابل الهوية العربية، وعنهم سيتلقف الفكرة منظر الحداثة في النصف الثاني من القرن العشرين ليبرروا مفهومه للحداثة. فأدونيس مثلا يتكلم في هذه المرحلة عما يوحد حركة الحداثة بما يسميه قوى تراثنا الحية التي تعيد ربطنا كعرب بتاريخ المغامرة الإنسانية، تصل من قطع بيننا وبين اليونان وما قبل اليونان عبر المسيحية بيننا وبين التراث المتوسطي خميرة الحضارة الإنسانية ومهدها. ويوسف الحال يصف البحر الأبيض المتوسط بأنه بحرنا العظيم الخالد، وهنري القيم يدعو إلى إنقاذ هذا الجزء من العالم المتوسطي الذي لا يملك من العلم ما يكفيه للدخول في مجرى الحديث المدنية الحديثة. لقد اصطدم هذا التطور أو هذا التصور الأولي للتراث في علاقته بالحداثة بطبيعة الشعر العربي التي لم تكن تقبل
تجاهل التراث الشعري العربي في وقت كانت فيه عملية إحيائه مستمرة. ذلك أن التراث العربي فرض نفسه انطلاقا من كون موضوع الحداثة هو الشعر الذي يختزل الوجه البارز لذلك التراث. وبما أن الأمر يتعلق بتأسيس قصيدة تستجيب لمعايير الحداثة، فإن التأسيس لا يتأتى إلا عبر هدم ما هو قائم، وما هو قائم هو التراث الشعري العربي في علاقة في تأثيره أو في علاقته بالقصيدة العالمية الحديثة. وبهذا وجدت حركة الحداثة الشعرية نفسها في ورطة حقيقية مأزق، إذ كيف يتسنى تحديث تراث شعري لا تعتبره تراثها؟ كيف يمكن التوفيق بين ما تحسبه تراثها الذي يتمثل في الحضارات القديمة التي تعاقبت على حوض البحر الأبيض المتوسط، وبين التراث العربي الذي أنجز في معظمه خارج الفضاء المتوسط ولكنه يشكل الموضوع المزمع تحديثه شعريا، أو لنقول إن الانطلاق منه إما بهدمه أو إعادة بنائه هو المدخل الوحيد لأي حداثة شعرية. نحن هنا على ازدواجية في مفهوم التراث. المفهوم الأول التراث المتوسطي يفرض نفسه بحكم الانتماء والهوية، والمفهوم الثاني التراث العربي يفرض نفسه بحكم أنه مجال للتحديث وموضوع له. وقد وجد بعضهم في مفهوم التراث الإنساني مخرجا من هذه المفارقة، لذلك يعرف أدونيس نفسه التراث العربي في موضع آخر بأنه هو التراث الإنساني كله، إنه التراث الذي تكون على الأرض العربية منذ القدم وتفاعل عبر المتوسط مع التراثات التي تشكل بمجملها الحضارة الحديثة. إن تراثنا هو هذا كله، وقد فعلنا فيه وأعطينا قبل الإسلام وبعده، فنحن أحد بنائه وخالقيه. انتهى كلام أدونيس. إن التراث في هذا المفهوم الواسع يفصح عن أن حركة الحداثة الشعرية ظلت تبحث عن شرعية ما تسوغ شعارها أو تسوغ تجاوزها للقصيدة القديمة، وأن اللجوء إلى التراث هو مسوغ للانتقال من نمط من أنماط الكتابة الشعرية إلى نمط مغاير. على هذا الوجه يمكن أن نفهم الإصرار الذي أبدته حركة الحداثة في ارتباطها بالتراث على المستوى النظري على الأقل. فقد دعا يوسف الخان صاحب كتاب الحداثة في الشعر إلى ضرورة التعامل الصادق مع التراث، وكان يرى أن النهضة الشعرية في العالم العربي ينبغي أن تقوم إلى جانب التأمل الصادق في التراث العربي على التفاعل الخلاق مع تراثات الشعوب الأخرى قديمها وحديثها. ويوسف الخان بهذا يؤكد انتساب حركة الحداثة الشعرية العربية إلى التراث، خاصة عندما يضيف أن حركة الحداثة الشعرية حركة ثورية تطورية تنبع من داخل التراث لا من خارجه، وهي حقيقة تفرضها اللغة العربية وثقافتها. تأسيسا على ما سبق، فإن حركة الحداثة كانت نفعية وانتقائية في تعاملها مع التراث العربي، فهي لم تتبناه بصفته مكونا من مكونات الحداثة، وإنما قالت به تحت ضغط الحاجة إليه، لأن طبيعة الموضوع الذي تعمل على تحديثه وهو الشعر يرتبط عضويا بالتراث العربي. إن هذا يفسر ما سبق، ما يمكن أن نعتبره لأول وهلة تناقضا لدى حركة الحداثة تجاه التراث. ويكفي أن نقرأ لأدونيس مثلا قوله:
لسنا من الماضي، هذا هو الخلق الأول في نسيج الدل. اللاماضي هو سيرنا. الإنسان عندنا ملجوم بالماضي، نعلمه أن يكسر اللجام ويجمع، نعلمه أنه ليس حزمة من الأفكار والمصنفات والأوقات يسمونها تراثا، وأن له وجودا شخصيا تاريخيا يجب لكي يكون إنسانا ويكون نفسه أن يعيشه ويستنفذه ويجعل منه قرارا مصيريا وموقفا. والقرار والموقف شخصيان لا تراثيان. يكفي أن نقرأ مثل هذا القول لنتأكد أن التراث لم يكن يشكل بالنسبة للحركة سوى مطية. لذلك فإن ما يعتبره كمال أبو دير في كتابه حركة الحداثة في الشعر العربي تجاهي في الحداثة الشعرية التراث، إنما هو اتجاه واحد عبر عن نفسه بشكلين مختلفين. الأول يعترف بأهمية التراث في تجديد الحداثة في أفق تأصيل التجارب الشعرية الجديدة، ومن هنا فإنه كان يعتقد أن نهضة الشعر العربي لا تكون نهضة أصيلة ما لم تربط تجاربها الشعرية الحديثة بتراث الشعر العربي وتعتبر نفسها انبثاقا منه وتطويرا له وتمشيا مع هذا الشكل الأول في التعبير عن الارتباط بالتراث. فإن التناقض بين الحداثة والتراث لا يتأتى إلا باقتلاع المفهوم السائد للتراث وتعويضه بمفهوم أقل ما يقال عنه إنه انتقائي. وإلى جانب هذا الشكل التعبيري هناك وجه آخر من وجوه الموقف الذي اتخذته الحركة من التراث العربي، ولا شك في أن هذا التطرف الذي تحكم أو تحكم في هذه النظرة يجعلها تلتقي موضوعيا مع تلك القوى المحافظة. ذلك أن الذين يأخذون بحرفية التراث وهم المحافظون إنما يقفزون على تاريخيته، والذين يرفضونه إنما يتجاهلون تاريخه ويؤسسون لأنفسهم تاريخا وهميا. والتعبيران معا في هذه الحالة وتلك مستلبان ثقافيا، إذ أن الإطار المرجعي لثقافتهما معا هو الآخر، سواء أكان هذا الآخر ماضيا أو غربيا. هكذا ينبعها عن التطرف في اعتماد التراث تطرف مماثل في نبذه. يقول أنس الحاج: المؤامرة على التقليد حركة الحداثة دائما تستعمل مفهوم التقليد مرادفا لمفهوم التراث. يقول أنس الحاج: المؤامرة على التقليد العربي يجب أن لا تكون ماثلة في النية فحسب، بل يجب أن تخرج إلى حيز الفعل أيضا. فالخيانة كما يقول كورنيل أشرف من الاستبداد. أن نقول تقليدا عربيا لم يعد يعكسنا ليس شرفا لنا وحسب، بل هو قبل ذلك عمل طبيعي إحساسي. لقد ظلمنا هذا التقليد ولا يقدر إلا أن يظلمنا، فهو سجين، بل هو السجن نفسه. وشرط الحرية هدم هذا السجن على من فيه إن لم يستطع تخليص من فيه من أنفسهم. إن هذا الموقف العدمي من التراث يقابله من جهة أخرى تبني مطلق للغرب. من هنا يتأسس التناقض بين التراث والغرب، وتصبح العلاقة بينهما علاقة تعارض وتوازن. لقد انتقل هذا الموقف الرافض للتراث إلى صميم الإبداع الشعري. ذلك أن الحركة بالإضافة إلى أنها حاولت أن تتمثل تقنية القصيدة الغربية من خلال نماذجها الأكثر إيغالا في الحداثة، فإن رفض التراث أصبح أحد المقاييس الرئيسة في محاكمة العمل الشعري نقديا، أي أن النقد أصبح يحكم على حداثة الشعر بقدر
ابتعاده عن التراث. هكذا نجد خالد سعيد على سبيل المثال تشيد بأحد الشعراء لأنه فقط رفض التراث نهائيا، هذا كلامها، رفض التراث نهائيا واستعار في دعاء حار صوب البحر صوب الجبال، واستدار في دعاء حار صوب البحر صوب الجبال التي شهدت آلام ابن الإنسان على قمة الجلجلة. لقد ترتب عن الهوية المتوسطة التي سبق أن أشار إليها تذويب التراث في الغرب، وأصبح الأخذ بتلاميذ الحداثة الغربية بمثابة عودة ابن الضال إلى أصوله عبر ما يمكن أن نسميه تملك الغرب نفسه، وذلك وفق المنطق التالي الذي عبر عنه يوسف الخان. إن الحضارة، يقول إن الحضارة العربية هي حضارتنا نحن بقدر ما هي حضارة الفرنسي والألماني والروسي إلى آخره، ونحن لا قيمة لنا ولا مستقبل لنا في العالم العربي إن بقينا خارجها ولم نتبناها من جديد ونتفاعل معها ونفعل فيها. إنها لنا وهي نحن بكل مآثرها وعيوبها، بكل قوتها وضعفها، بكل ما تظن به أو تعطيه للإنسان في أجيالنا وفي الأجيال السابقة. إن يوسف الخالي يتحدث عن الغرب بصفته أنا وليس آخر، ولذلك فإن أي انفصال عن الغرب هو انفصال عن الذات، ومن هنا فإن التطابق معه أمر ضروري إيجابا أو سلبا. أكثر من هذا، إن مستقبل العالم العربي متوقف على مدى تبنيه للحضارة الغربية، وكأنه يشير بهذا إلى أن السبب الرئيس في التردي الذي يعرفه العالم العربي يكمن في ابتعاده عن الغرب، أي الأصل الذي هو حضارة البحر الأبيض المتوسط كما اتضح سابقا. هكذا تغدو الحضارة الإنسانية كلا متجانسا لدى حركة الحداثة، ويصبح التاريخ خطا مستقيما لا يعرف الاعوجاج وفي تصاعد مستمر. وفي كل هذا إلغاء للتاريخ نفسه، لأن الشرط التاريخي هو الذي يطبع مرحلة حضارية ما بطابع الخصوصية. فقد أثبتت التجربة العامة في مجال الاستعارة الثقافية بأن شيئين ممكن أن ينقل في شكل كامل من حضارة إلى أخرى، بضائع جاهزة والوسيلة، والوسيلة الفنية لصنعها. وما ليس ممكنا نقله إذ يجب امتصاصه وتنبيته على مستوى أرقى من مستوى الاستعارة، كما يؤكد ذلك هشام شرابي، هي العناصر المكونة للروح العلمية، الأسلوب العقلاني، الملاحظة، الخيال الواقعي وتصحيح الذات. إن فكرة تملك الغرب ثقافيا وشعريا كانت إحدى الآليات المعتمدة في التطابق مع الغرب، خاصة إذا كان الغرب نفسه قد تشكل شعريا بفضل الشرق حسب أدونيس. يقول: ليس في الغرب شيء لم يأخذه من الشرق، الدين، الفلسفة، الشعر، الفن بعامه، كلها شرقية. ويمكنكم أن تستأنسوا بأسماء المبدعين في هذه الحقول، يقول، بدءا من دانتي حتى اليوم، فخصوصية الغرب هي التقنية لا الإبداع. لذلك يمكن القول إن الغرب حضاريا هو ابن الشرق. هذا الموقف التبشيري من الغرب يذكر بكتابات رواد عصر النهضة الأوائل من أمثال رفاعة الطهطاوي الذين وقفوا مشدوهين أمام المنجزات الصناعية للحضارة الغربية الحديثة. لقد تعاملت حركة الحداثة مع الشعر الغربي تأسيسا على مفهومين مركزيين ظلا يشكلان شعارا ثابتا من شعاراتها، وهما
الانفتاح على العالم والتفاعل الثقافي مع الحضارات العربية القديمة والحديثة. والمفهومان معا يؤكدان نفس المعنى، إنهما مطية لمحاكاة الغرب شيعيا، ولذلك فإنهما لا يعدوان أن يكونا تبريرا لاقتفاء خطى الحداثة الشيعية الغربية. بهذا المعنى يبدو الانفتاح الذي تدعو إليه حركة الحداثة مجرد إعادة إنتاج للتجارب الشعرية الغربية، وبما أن هذه التجارب قد توزعت في شكلها الأكثر حداثة بين الشعر الحر، الشعر الحر هنا ليس بالمفهوم الذي عقدته لأنت الملائكة لقصيدة التشفيلة، بل بالمفهوم الغربي للكلمة الذي يسمى في الفرنسية فيغليب، بالإنجليزية فريفيرس، فريك فيرس، وبين قصيدة النثر في الأدب العربي، في الأدب الفرنسي. فإذن وبما أن هذه التجارب توزعت في شكلها أكثر حداثة بين الشعر الحر وبين قصيدة النثر في الأدب الفرنسي، فإن مجهودات حركة الحداثة تركزت على هذين الشكلين أيضا. ويمكن القول إن الشكلين معا تعايشا داخل الحركة على مستوى الإبداع، بينما حظيت قصيدة النثر بأهمية أكبر على مستوى التنظير الشعري، ليس من باب الصدفة إذن أن يتكئ أدوريس وأنسي الحاج في كتابتهما عن قصيدة النثر في أوائل الستينيات على كتاب سوزان بيغلاغ لو بوي كومبوز جيسكا دو بودلير جيسكا نوجور. لقد انطلقت حركة الحداثة في تبنيها للتجارب الشعرية العربية الحديثة من أن تجديد الشعر العربي الحديث الذي بدأ مع بعض بدر شكل الصيام ونازك الملائكة في آخر أربعينيات هذا القرن لم يحقق سوى تحول شكلي باعتماده التفعيلة بدل البحر، بينما الحداثة الشعرية الحقيقية لا تتحقق إلا بإعادة النظر في مفهوم الشعر نفسه بكل ما يطرحها هذا المفهوم من علاقات، ولا يتم ذلك إلا بالاستفادة من التجارب الشعرية في العالم. يقول أسعد الرزوق وهو من أحد نقاد حركة الحداثة: شعرنا يستعير الأشكال الرمزية والهياكل الشعرية السائدة في الغرب، وليس في ذلك ما يحط من قدره مطلقا ويجعله تقليدا أو محاكاة، لأن الاتجاه ينتشر في أغلب أنحاء العالم اليوم، ثم يضمن هذه الأشكال معاني من تراثه النفسي والحضاري، ويملأ هذه الهياكل من لحم مادته الشعرية وتجاربه الفكرية والحياتية. إذا تتبعنا هذا التعريف للشعر سنصل إلى نص هجين، ما هو بنص عربي قح ولا هو بنص غربي قح. لقد أبحث معروف الآن في النقد الأدبي أن الشكل في أي عمل إبداعي ليس محايدا، بل إنه يعبر في جوهره عن رؤية للعالم. وقد كان المفكر المغربي عبد الله العروي سباقا إلى الحديث عن سوسيولوجيا الأشكال في كتابه الشهير الإيديولوجيا العربية المعاصرة. إن المسوغات التي قدمتها حركة الحداثة بحثا عن مشروعية التماثل مع الغرب تبدو عليها علامات التفكك والترقيع من أول وهلته، ولكنها تندرج ضمن إطار عام هو التعامل مع الغرب بصفته نموذجا للحداثة والحداثة الشعرية بالخصوص. لذلك بدا مشروع الحداثة وكأنه المشروع العربي الغربي وكأنه المشروع الغربي في الثقافة العربية، فهي لم تقم بتعريب القيم الشعرية الغربية رغم أنها قامت بنقل خلاصة التجديد الشعري الغربي وبذل جهود كبيرة في الترجمة وبإقامة صلات مباشرة مع الشعراء الغرب. ومعنى هذا أنها لم تقم بقراءة نقدية للثقافة الغربية، لأن حلمها الحداثي جعلها تلهث وراء التجارب الشعرية لدى الآخر، وجعلها تتجاهل خصوصية الميدان الذي تتحرك فيه.
من هنا كان مشروعها يحمل في طياته خصائص أخروية تترفع عن الواقع وتعانق الآخر. وهكذا كانت الحداثة كما تصورتها ودفعت عنها تفتقر إلى ما يمكن أن نسميه العمق التاريخي. شكرا لكم. أشكر الدكتور حسن مخافي عن هذا العرض القيم الذي أشار فيه إلى مفهوم الحداثة من خلال من اعتبره مدخل لأنماط كتابة القصيدة العربية الحديثة، وإن نشكره على مداخلته نتمنى له التوفيق في جمع كل عروض الجلسات الأربعة التي شهدتها هذه الندوة، على أمل بمعية مؤازرة السيد الرئيس والسيد العميد لنشر هذه الأعمال القيمة وتمكين الطلبة الأعزاء من الاطلاع عليها. أترك الكلمة الختامية للسيد مدير مختبر اللسانيات والأدب وتحرير الخطاب فليتفضل. مشكورا. طيب نفتحوا طيب قبل ذلك أرجو المعذرة قبل ذلك افتحوا باب إبداء الرأي أو طرح بعض الأسئلة، والمرجو أن تكون الأسئلة مختصرة هادفة، وسنفتح اللائحة. طيب أمل سنعطي الإسباقية عصر السؤال الأساسي وسنعطي الإسباقية للطلب. أمل عمل جيهة محمد زكريا اسمك عزيز علي محمد 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 سؤال موجه للأستاذ حسن المدن، حيث جاء في مداخلتكم أن لابد للأدب أن يضيء التحليل النفسي، فكيف يمكن أن يقوم الأدب بذلك، وكيف وعلى أي أساس ستبنى هذه الإدارة؟ شكرا للطالبة أمل على التزامي هذه الدقة في تقديم السؤال. طالبة جهة طاب مساءكم. باعتبار النص الأدبي هو بمثابة آلة كسولة لتعبير أومبرتو إيكو، كي يحركه متلق يحمل جهاز مفاهيمي، يمكن أن يكون جهاز مفاهيمي للتحليل النفسي، كيف يمكن النص الأدبي أو الأدب أن يضيء ويخدم التحليل النفسي؟ بمعنى آخر، ماذا يقدم الأدب للتحليل النفسي؟ سؤال ثاني، ما هي المؤثرات سؤال أيضا موجه لأستاذ حسن المدل، ما هي المؤثرات السيكولوجية التي تذكي وتؤجج من الصراعات بين الإخوة؟ سؤال ثالث وأخير موجه لأستاذ حسن المخافي، ما هي مجموع المعايير والأقيسة التي يمكن اعتمادها كميزان للتمييز بين نص أدبي يتوفر على خصائص الحداثة ونص أدبي لا يتوفر على هذه الخصائص؟ وشكرا. أشكر الطالبة جيهان على التزامها بالوقت وعلى أسئلتها الهادفة. فقط للتدقيق أرجو من الطالبة أن لا تقيم النسبة مرة أخرى إلى الجمع، فالنسبة في العربية تكون حروفات ولا تكون جمع،
فالمرة المقبلة إن شاء الله ينبغي لك أن تقولي جهاز مفهومي وليس الجهاز من لا يعني. طالب زكريا. مساء الخير، شكرا على هذه الفرصة التي أتاحت لنا مداخلات قيمة. سأكون موجزا بها مستجدة مداخلتي موجهة للأستاذ حسن المدن. بالنسبة لي يعني علاقة علم النفس بالأدب هي علاقة يعني ضرورية ومتلازمة، يعني ذلك لطبيعتها يعني المتصلة بالنفس البشرية وداخلية الإنسان. لكن يعني حينما تكتب رواية بإيحاء من علم النفس فإن لا وعي النص يكون واعيا بلا وعي، وهذا موطن الإشكال في علاقة الكتابة الإبداعية بالتفسيرات أو أداة تحليل النفس ومفهوماته. وشكرا. أشكر الطالب زكريا على هذا السؤال الموجه للأستاذ الدكتور حسن المدن، وأرجو منه أيضاً في المرة المقبلة إن شاء الله أن لا يستعمل موجزاً، فأنت لست موجزاً وإنما أنت موجز للكلام. شكراً. الطالب محمد. تحية طيبة للجميع، مداخلتي ستصب في مجال الأستاذ حسن المدن. أنا ترى أستاذ أن في هذه الفترة التي يعيشها العالم العربي من واقع بائس، ألا ترى أنها ستنعكس على الإنتاجات الأدبية؟ وشكرا. شكرا. طالب الأستاذ العالمي. مساء الخير. لدي أسئلة موجهة للأستاذ الفاضل الأستاذ الرحمن غني. السؤال الأول، أولا بدا لا يشغلني السؤال إلا السؤال، لأن دائما نبقى في السؤال. السؤال الأول، كيف يمكن تقدير درجة تحقق عناصر ومظاهر التحديث في الكتابة السردية؟ السؤال الثاني، هل التخييل الملحمي أو المحكي لضمير الغائب هو الذي يجسد التخييل بمعناه الحقيقي؟ هل التخييل الملحمي أو المحكي لضمير الغائب هو الذي يجسد التخييل بمعناه الحقيقي؟ السؤال الثالث، هل تصبح الذاكرة بالفعل؟ هل تصبح الذاكرة السردية ملاذاً للتخييل؟ السؤال الأخير موجه للأستاذ والدكتور السي حسن الخافي، كيف يمكن أن ننتقل إلى درجة الكتابة الحديثة ونحن لا زلنا نعيش مرحلة التبعية في المناهج؟ شكراً لكم. شكراً سي العالمي. فقط هناك ملاحظة بسيطة بخصوص المضاف والمضاف إليه في القراءة. لا نقول في العربي، هذا أسلوب ليس عربي، أن تجد للمضاف إليه مضافات. هذه طريقة فرنسية وطريقة إنجليزية، فنقول عناصر التحديث ومظاهره، ولا نقول عناصر ومظاهر وإشكالات التحديث، فهذا غير مقبول. فالنحاة منعه أن يجعل لي المضاف إليه الواحد مضافا إليه. الأستاذ المهديوي يتفضل مشكورا. مساء الخير، شكرا للأستاذ الأساتذة على عروضهم القيمة. السؤال الأول موجه إلى الأستاذ عبد الرحمن غني. تحدثتم يا أستاذ عن مظاهر التحديث في تخيل الكتاب الروائي العربي، وهذا في حديثكم عن مظاهر التحديث في أجناس أدبية حديثة مرتبطة بالتقنية من قبيل رواية الخيال العلمي والرواية الرقمية، ولعلكم تذكرون الإسهام المتميز الذي قدمه حسن سنجلة الذي يعتبر هذا النموذج روائيا بامتياز في مجال الأدب الرقمي. السؤال الثاني موجه لزميلي وعزيزي حسن مخافي. تحدثتم عن مفهوم الحداثة الشعرية وغيبتم أسئلة أو مظاهر الحداثة
في الشعر الرقمي أو القصيدة الرقمية. شكرا. شكرا للأستاذ المهديوي. أنا في الحقيقة ديمقراطي ولكن أستاذ المهديوي كلامه كان سليما. يدوري أن أستاذ لم تعلق عليه وكذا وكذا وكذا. أمنح لنفسي هذه الفرصة لأنني سأمضي الرئاسة بعد قائمة. اسمحوا لي. طيب. الأستاذ سعود. شكرا السيد الرئيس. سأتفاعل مع مداخلة السيد المدير ديال المختبر السيد حسن المخفي من خلال التجربة والتدريس لمدة 14 سنة على القصد يعني وأنا أدرس القصيدة الشعرية الحديثة بقيت على القصيدة هي مجموعة من الأفكار لكن لما سمعت المداخلة القيمة التي تقدم بها الأستاذ ذكرتني بالكثير من المعطيات حول الحداثة الشعرية خصوصا أن هذه التجربة الجديدة لم تمس المضمون فقط وقد ذكر هذا السبب للمسيس أيضا الشكل بحيث أن الحديث عن التجربة الجديدة يتطلب أيضا أساليب ووسائل فنية جديدة حضر الأستاذ وأضفت معطيات تتعلق بطبيعة المضامين الجديدة التي جاءت بها الحدث ما يتعلق بالحديث عن الخيبة عن الفشل عن أيضا الاختراق والاختراق عن الموت عن الحياة لأن هذه المضامين الجديدة التي جاءت بها الحدث الشعري الجديد أيضا فيما يتعلق بالأساليب الجديدة أثناء التعامل مع التراث اعتبر التراث كما أشرت إلى ذلك تراثا إنسانيا مشتركا ولذلك وجدنا حتى على مستوى الرموز والأساليب والوسائل الفنية الجديدة أصبح نجد الشاعر أنه عربي ينتمي إلى بيئة عربية ولكن أصبح أيضا يوظف يعني رموز من ثقافات أخرى هندية أسطورية يعني من ثقافات عالمية مختلفة السؤال الثاني هل هذا الشاعر العربي يعني هذه المضامين الجديدة التي أصبح أتعامل معها ألم يجد في التراث وأنتم تحدثون عن التراث وكل التراث ألم يجد في التراث ما يمكن أن يكون أيضا ملاذا بالنسبة لهذا الشاعر وطبعا الحال والدعوة إلى التحديث دفعته فقط للبحث عن أساليب جديدة وقد قلت أنه صار على منوال ذلك في الغرب هذا جانب آخر على مستوى بناء القصيدة وأنت تحدثت عن أن أغلب الكتابات إنما كانت في قصيدة الندم هذا صحيح على مستوى الكتاب ولكن أيضا التجربة الشعرية الشعر الحر نال أيضا حظه من الدراسة أيضا وأعمال كثيرة وقد ذكرتم جزءا كبيرا منها أنا ردت على مستوى الجانب الإيقاعي القصيدة هل فعلا هل الأساليب والوسائل قادرة فعلا على أن تعبر عن هذه المضامين الجديدة أيضا التي جاءت بها التجربة الشعرية الحديثة وشكرا شكرا لأعزائي الطلبة وزملاء السادة الأساتذة على أسئلتهم ومداخلاتهم التي مشيت تغني نقاشا بخصوص المداخلات وموضوعات مواضيع المداخلات التي قدمها السادة الأساتذة وأعطي الكلمة بداية للدكتور حسن المدل للإجابة على الأسئلة التي أشرت إليها فريضة الدكتور شكرا. شكرا السيد الرئيس وشكرا لأبنائي الطلبة وبنات الطالبات على الأسئلة القيمة ما أقصده بأن الأدب يضيء التحليل النفسي أمورا أساس منها أولا أن التحليل النفسي عندما تأسس على نصوص أدبية فرويد عندما أسس التحليل النفسي كان ينطلق من النصوص الأدبية والعقدة المركزية التي تأسس عليها التحليل النفسي وهي عقدة أوديب هي مستخلصة من نص سوفوكلس تراث الإغريق هذا واضح إذا فضل إلى نصوص أخرى أشرت إليها فرويد دائما في عقدة أوديب أو في عقدة إلكترا أو عقدة النرجسية إلى آخره يعود دائما ويستند إلى النصوص الأدبية جاك لاكون عندما أتى في الخمسينيات والستينيات أيضا يستند إلى النصوص الأدبية وليس من دون دلالة أن يكون كتابه الأساس إكري كتابات أن يفتتح هذا الكتاب بدراسة يشتغل فيها جاك لاكون على قصة من قصص أنارو غريي وهي لا لاكوري
بمعنى أن الأدب كان دائما هو الأساس الذي ينطلق منه المحللون النفسيون من أجل تأسيس تحليل النفس. ما وقع بعد فلوس خصوصا في العالم العربي أننا صرنا نطبق مفهومات نفسية على النصوص الأدبية، ونسينا أو تغافلنا أن التحليل النفسي في أصله يستمد مفهومات من الأدب. لهذا قلت أن الأدب يضيء التحليل النفسي وسيبقى هو الذي سيضيء التحليل النفسي حتى في المستقبل. أما تطبيق التحليل النفسي على الأدب فإنه يجعلنا نسقط بطريقة تعسفية الكثير من المفهومات النفسية على الأدب لا غير، ويصبح الأمر فيما بعد مجرد تمرين لتطبيقات أو لمفهومات نفسية. إذا من الأفضل دائما، وهنا أنطلق من الكتاب الذي أشرت إليه وصدر في 2004 للناقد الفرنسي بيير بايات، بوتان أبليكي لا ليتيراتور على بسيكاناليز. هل يمكن أن نطبق الأدب على التحليل النفسي؟ وهو ينطلق من هذا المعطى ويطبقه على مجموعة من النصوص التي أغفلها فرويد. عندما عدت إلى النصوص العربية سواء الإسلامية سواء الدينية أو الأدبية، وعندما اطلعت أيضا عدت إلى النصوص الإغريقية نفسها التي استند إليها فرويد، وجدت أنه من الممكن أن نستمد مفهومات نفسية أخرى ربما قد تكون النقيضة لما اقترحه فرويد أو المحللين أو المحللون النفسيون. لهذا قلت مثلا أنه عندما نأخذ قصة النبي يوسف من القرآن أو المسرحية الثانية والثالثة عند سوفوكل أو الرواية الغربية الحديثة من موباسون بيير روجان إلى دوستوفسكي الإخوة كارامازوف إلى كازانتزاكي الإخوة الأعداء إلى آخره، سنجد أنه من الممكن أن نستخلص عقدة أخرى هي نقيض لما طرحه فرويد وسميته بعقدة الأخوة. والكثير من الروايات التي حدثت عن موضوعات الإخوة الأعداء. لهذا أفترض، هذا افتراض، أفترض أنه من الممكن أن يكون الأدب هو الأساس الذي ننطلق منه دائما من أجل تجديد التحليل النفسي والنقد الأدبي النفسي. هنا أيضا في هذه الزاوية أجيب أيضا على من طرح مسألة التبعية للمناهج.